كاميرا قناة الجسر الفضائي تدخل إلى بلدة حربنفسه لترصد أهم الأحداث وآخر التطورات أثناء المعركة. كما نشاهد الأماكن الخالية. مرحبا. الآن كما نشاهد قصف تتعرض له البلدة بشكل عنيف بهجمات الصواريخ. جولة ميدانية في بلدة حارب نفسي. آثار الدمار، طيران النظام على البلدة. هذا الشارع الرئيسي. وين؟ فوق تحت هذه مدرسة النينجا. والآن كما نسمع الاشتباكات تدور على الجبهة الشمالية في بلدة حارب نفسي. صار الدمار في بلدة حارب نفسي بسبب القصف، الطيران واقتحام المنطقة. قوم بمرافقة الثوار داخل بلدة الحرب نفسه. هذا دوار بلدة حرب نفسه في ريف حماة الجنوبي. الشوارع خالية من السكان. البلدة خالية من السكان بسبب القصف العنيف الذي تشهده البلدة. نزوح أهالي حرب نفسها تحت القناصات والقصف العشوائي من قبل قوات النظام. Thank you.
حربنفسه بدأ النظام باستخدام الأسطوانات الثقيلة المحملة بمئات الكيلو من التي ان تي. الراجمة تدق الآن مواقع المعارضة في حربنفسه. طيران الحربي يستهدف بلدة حربنفسه بصواريخ فراغية. استهداف بلدة حربنفسه بصواريخ فراغية. والآن تدور اشتباكات عنيفة على جبهة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي. استهداف بلدة حربنفسه بالطيران الروسي. ليك واحد هنا. لكن بالنص واحد.